اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين فقراتنا ونهار جديد. والنهارده هنتكلم معاكم عن واحده من الرياضات الممتعه جدا اللي موجوده الحقيقه وعرفها الانسان من قديم الازل، لكن ما زالت موجوده حتى وقتنا هذا، واللي كلمنا كمان عليها رسولنا الكريم وقال علموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل. قد ايه يعني رياضه ركوب الخيل او الفروسيه من الحاجات اللذيذه جدا، واللي الحقيقه ما بتوقفش عند فئه عمريه معينه، انما ممكن تلاقي اطفال وتلاقي بنات وتلاقي اولاد، وكله الحقيقه بيبقى يعني بيركب الخيل وهو مستمتع ومبسوط، وكمان ممكن يدخل من خلالها مسابقات ويبقى فيها تنافس كده وجوائز، لانه كمان يعني في اهتمام كبير جدا من الدوله بهذه الرياضه. خلينا النهارده نعرف ونتعرف اكتر على ركوب الخيل من واحده من خلينا نقول الجميلات اللي بيمارسوا هذه الرياضه. هيكون معانا النهارده الفارسه هانيا ابو جبل، جايه بادواتها بقى وكل وسائل نورانا. صباح الخير عليك يا هانيا. يعني ركوب الخيل من الحاجات الجميله جدا والممتعه، واللي في ناس الحقيقه حتى الشغف عندهم بيتجدد بعد عمر كبير وتلاقيهم برضو يرجعوا لركوب الخيل، يعني اطفال شباب بنات زي ما انا شايفه كده الجميله يعني زي كده. النهارده دخلتي ركوب الخيل بقالك قد ايه تقريبا؟ انا خدت القرار ده اول السنه دي. انا طول عمري اصلا بحب الرياضه وكده، فدايما بحب اجرب رياضات مختلفه، فانا قررت في بدايه السنه دي ان انا اجرب فروسيه كهوايه. عظيم، يعني مبقالناش كتير. ما بقالناش كتير. وبعد كده يعني انا اول لما اخدت القرار ده ابتديت ان انا اتعلمت ايه هي الاساسيات، ولما لقيت ان انا ادائي ابتدى يتحسن قررت ان انا ممكن يعني اخد بقى بعض الاساسيات، ان انا اقفز مثلا وتبقى هوايه واكمل فيها، وفي نفس الوقت برضو ان انا اشارك المعلومات اللي انا اتعلمتها. عظيم. القرار اللي خدتيه انك تدخلي النهارده في رياضه الفروسيه او ركوب الخيل جه منين؟ ايه اللي شجعك انك تدخلي؟ وعرفينا برضو الكارير بتاعك، دراستك ايه او بتشتغلي ايه دلوقتي؟ تمام. انا دلوقتي بشتغل بانكينج كونسلتنت في شركه سوفت وير تيستنج. طبعا المجال بتاعي فيه شويه حساسيه وبيبقى فيه ضغط وكده، فانا دايما بحس ان لازم يبقى فيه توازن مع الحياه العمليه بين ان احنا نمارس نشاط نتعلم حاجه جديده وكده. فبالتالي فروسيه بالنسبه لي كان قرار جديد وخطوه جديده وكانت حاجه اكسايتنج كده، فابتديت فيها وان شاء الله هكمل فيها. عظيم. بس شايفه انه هو كان شغف عندك من زمان، ولا في حاجه، في حد في العيله، حد من الصحاب شجعك انك تدخلي؟ ايه اللي لفت نظرك لركوب الخيل فخلى هانيا تاخد القرار وانها تعمل مش كارير شيفت طبعا، بس انت جنب شغلك اللي هو يعتبر بقى يعني وظيفه ومكتب، انك النهارده تدخلي في ركوب الخيل وانها فكر انها تبقى كمان هوايتي احققها؟ انا طول عمري يعني كنت دايما بتفرج على الخيل وكده، وبعد كده لقيت ناس عامله صفح وبتشارك بقى يعني الرياضه وتمارينهم وكده، فانا قلت ان انا اجرب. انا معلوماتي عن الخيل كانت تعتبر ضئيله جدا في الاول، بس اول ما ابتديت في الموضوع حبيته جدا، كنتش فاكره ان هو هيكبر معايا قوي بالشكل ده، وقررت بالتالي ان انا استمر فيه. ليه بيصنفوا دايما ركوب الخيل او الفروسيه من ارقى الرياضات الحاليه؟ طبعا لان هي مش زي اي رياضه، هي ما بتعتمدش على اداه او يعني جماد، ده بيبقى كائن حي، حصان لازم بيبقى عندك مسؤوليه عليه، لازم تعرفي ازاي تتفاهمي معاه. في نفس الوقت دايما الحصان بتلاقيه بنعامله زي التحف واللوح، لان هو بيعرض في مزادات يعني بيعرض بمبالغ طائله جدا، ان هو بنقيمه على حسب صحته وشكله وجماله والحاجات دي كلها. وعربي اصيل ولا بالظبط؟ بالظبط. فطبعا هي رياضه طبعا ليها كمان تاريخ عريق بالنسبه للعرب وفي اوروبا برضو، فهي طبعا رياضه راقيه واي حد ممكن يمارسها. عظيم. اي حد ممكن يمارسها؟ شايفه هي مناسبه تعتبر للبنات وللفتيات ولكمان الاطفال والصغار؟ ما فيش اي خطر بالنسبه للبنات والاطفال من سن 6-7 سنين، لو الطفل عنده قبول طبعا يقدر يمارسها تحت اشراف طبعا مدرب وكده، ومفيش اي خطوره. لكن عادي جدا ان نشوف النهارده
في اقبال من الفتيات النهارده ومن في بنات كتير الاطفال ان هم بيمارسوها ومناسبه جدا يعني ما فيهاش اي مشكله عليها خالص. الحصان وانت بتتكلمي عن الحصان بقى من سياق الكلام كده قلتي نقطه مهمه جدا انه كمان ازاي بيتعامل الفارس النهارده مع الحصان بتاعه واختيار الحصان. كلمينا ازاي كيفيه التعامل مع الحصان وهل هو مهم جدا في انه النهارده يعني هياثر على ركوب الخيل او الرياضه عموما ولا لا لو هو مش عارف يتعامل مع الحصان؟ طبعا لما اجي طبعا اجي ادخل الحصان قبل ما انا اطلع عليه لازم اسال اول صاحبه او اللي هو بيعتني بيه طبعه ايه، هل هو مثلا حامي هل هو بارد. لازم مثلا استخدم ادوات ثانويه زي الكرباج مثلا او المهموس في ان انا احركه، يعني بحاول اعرف ان انا اتوقع منه ايه عشان اعرف بالتالي ان انا اتعامل معاه. ولازم طبعا اكون هادي لان هو بيبقى ليه شخصيه برضو وعزة نفس لحد ما، وما ينفعش ان انا اكون عصبيه لان انا بحاول في الاول في الاخر ان انا اخد منه حاجه في نفس الوقت من غير لما يعني اضره. فلازم ان انا استخدم شويه من الذكاء فان انا اعرف شخصيته وافهمه عشان لما اجي اطلب منه حاجه هو يديها لي. جميل، يعني انا لازم اكون على قدر المسؤوليه التعامل مع الحصان، ما اكونش بركب ركوب الخيل عشان اقعد طول النهار اديك كرباج للحصان لانه عنده زي ما قلتي عزه نفس وكرامه، فده لازم ابقى واخد بالي منه قوي وابقى حريص جدا على ان انا ابقى فاهم شخصيه الحصان اللي طالع معايا زي ما قلتي حامي ولا بارد. التفاصيل والديتيلز دي بتفرق جدا في ركوب الخيل. بالظبط. الادوات بقى وانا شايفه هانيا دخلنا كده بالادوات بتاعه الفروسيه كلنا الحقيقه عندنا شغف وقعدنا نمسك الخوذه ده الكرباج يعتبر ده الكرباج ده حديث شكل الحديث بتاعه ولا هو نفس الشكل في انواع في ده كرباج صغير وفي بيبقى اطول من كده. طبعا انا مش جايبه كل الادوات انا يعني بس هو الاداه الاساسيه هي الخوذه ان دي بتحمي الفارس لو هو واقع او حاجه، والكرباج دي من الادوات الثانويه يعني مش بالضروره ان الفارس يستخدمها لو هو عارف يتعامل مع الحصان. طبعا ده بيبقى على حسب هو الحصان برده متعود على ايه، لو الحصان متعود ان هو لازم يمشي بكرباج لازم اديله كرباج عشان يمشي فبالتالي بضطر ان انا استخدمه، لكن هو في الاساسي اداه الامان هي بتبقى الخوذه مع البنطلون بتاع الفروسيه. يعني في ملابس معينه بالظبط. ايه الملابس بقى؟ يعني احنا بنشوف كمان في بوت، هل بالزبط. لازم البوت ده ولا لا؟ البوت ده بيكون مهم لان هو ده يعني من الحاجات اللي بتثبت رجلك على الركبات. لو انا مثلا لبست كوتشي فانا الجزمه ممكن تكون تخينه قوي على الركاب فممكن بكل سهوله رجلي كلها تدخل جوه. في صوره كمان هنعرضها دلوقتي هنشوفها لهانيا يعني وانت راكبه بقى الخيل هنا اهو زي ما شايفين كده. لا دي اللبس اللي انت بتلبسيه اثناء ركوب الخيل بالظبط. ده الخوذه اهي بالظبط. وفي الجلوفز ده بيحمي ايدي ما بين الاحتكاك ما بين ايدي والسور. وانا كمان لابسه هنا الجزمه وعليها حاجه اسمها تشابس، ده طبعا برضو بيقلل الاحتكاك ما بين رجليا والسرج على الشوز نفسها. يعني ده مش الحاجه اللي بندخل فيها رجلينا واحنا بنركب الخيل، لا دي حاجه بتتلبس قبل ما نركب الخيل. يعني احنا بنلبس الجزمه وبعد كده بنحط التشابس ده. لكن هو مش كل الجزم بتاعه الخيل كده، هو بيبقى فيه جزمه بتكون يعني كامله دي بتستخدم اكتر للرياضه اسمها رياضه الدراساج. لكن الجزمه لوحدها اللي هي البوتس مع التشابس دي لوحدها بتدي اكتر مرونه في الانكل بتاع الفارس ان هو يعرف يحرك لو هيقفز او حاجه يعرف يحرك رجله بشكل مرن اكتر. جميل. انا شايفه الحصان اللي هانيا كانت عليه ده بقى الحصان يعتبر ايه اللي معانا في الصوره؟ ده بلدي. بلدي ده بلدي ده حجمه. اعرفه ازاي عن الاصيل العربي الاصيل؟ العربي الاصيل بيبقى دي طبعا فيتشرز واضحه جدا بيكون مثلا وشه عنده بوز مدبب كده شويه وبيكون دايما عند ديله رفعه وحامي وتلاقيه بيتحرك مش بعصبيه بس بحماس كده حماس الشباب كده ماشي في شموخ بالظبط بيبقى تلاقيه فارد شخصيته قوي اللي هو بيقول لك انا هنا يعني انا موجود. البلد دي بيكون حجمه متوسط
ما بيكونش حجمه كبير قوي، بس بيكون استخداماته برضو ينفع في الرياضة زي قفز الحواجز والأعمال التانية. الأجنبي بقى بيكون طبعا حجمه أكبر من البلدي، يكون جسمه أضخم، عنده كتلة عضلية بالنسبة للبلدي أكبر، وبرضو بيكون ليه مواصفات جمالية حلوة جدا. فهي مع الخبرة بتقدري تميزي ده بلدي ده أجنبي ده عربي. بيبقى أنهي أفضل في ركوب الخيل؟ يعني جربتي حاجة منهم، وإيه اللي جربتيه كان أفضل في ركوب الخيل؟ طبعا هو كل حصان ليه خطوته، يعني أنا مش بالضرورة أركب أجنبي وأرتاح عليه. طبعا ده بيبقى على حسب أنا عايزة أعمل إيه بالحصان. هدخل مسابقة بالظبط. الاجنبي والبلدي الاثنين بيدخلوا مسابقات قفز حواجز. طبعا دي بترجع في الاول في الاخر للشخص هو حابب انهي نوع. الاجنبي طبعا بينفع، البلدي برضو بينفع، لكن البلدي بيكون في سقف معين للقدره مثلا على النط، لان ده جسمه مش بيساعده مثلا. تمام. شايفه انه ركوب الخيل ممكن يضيف ايه لشخصيه الانسان؟ حاسه بعد سنه من دخولك الرياضه دي اضافت لك ايه، وحسستك انه اختلفتي فيها عن ما كنتي هانيه اللي قبل ما تدخل ركوب الخيل؟ اكيد طبعا هي بتزود الثقه بشكل عام، بتزود التركيز. ان الفارس لما بيبقى على الحصان لازم يبقى على طول معاه، هو بيبقى القائد عليه، لازم يعرف ازاي يوجهه وياخد قرارات سريعه وتكون بدقه، واكون يعني حاطه خطه في دماغي وانا بحرك الحصان. ما ينفعش ان انا اخد قرارات مفاجاه، عشان انا برضو مسؤوله عن سلامتي وعن سلامته. عظيم. فبالتالي هي بتضيف حاجات كتير جدا للي بيتعلموا. وبالنسبه للاطفال بتعلموا حاجات كتير، بالنسبه خصوصا ان الاطفال بيكون عندهم قابليه اكتر ان هي تغير في شخصيتهم. بتعلمهم من سن صغير ازاي انا ابقى واثق من نفسي، ازاي ان انا ابقى مسؤول وانا حجمي صغير على حيوان او كائن بالحجم ده. فبتضيف كتير جدا الاطفال. جميل. الوزن بتاع الفارس بيأثر في ركوبه للخيل وبيخليه يقدر ان هو يمارس الرياضه دي بشكل افضل ولا لا؟ لا، كل وزن، لا كل وزن ليه حصان طبعا. فلا الوزن مش عامل ان هو يخلي حد ما يتمرنش. جميل. لو قلنا يعني موضوع انه ركوب الخيل النهارده ليه اساسيات وليه حاجات معينه انت بداتي بيها عشان تدخلي، يعني هل ممكن تقولي لنا بعض التفاصيل اللي ممكن الواحد يبقى شايفها، يعني او بعض الاخطاء اللي ممكن نتفاداها واحنا بنركب الخيل النهارده، او انه حاجات بسيطه كده تديها لنا من قشور ركوب الخيل؟ هي اول حاجه ان المفروض طبعا اكون هادي، ما تدخلش على الحصان بعقليه ان انا هضربه فهيتحرك. لا، لازم برضو احاول، ممكن اقرا شويه او اسال حد ازاي اتعامل معاه، اكون هادي. طبعا الاخطاء وارده بتحصل، بس في الاول طبعا يفضل ان انا يكون عندي شويه معلومات عن الحصان عشان ما يحصلش مثلا مشكله او حاجه، واعرف لو حصل حاجه ازاي اتفاداها. لو هل ممكن او انت قابلتي ممكن مره زي دي انه يكون الحصان مثلا جري بيكي فجاه فتعرضتي ممكن هتقعي من الحصان؟ لانه في ناس لا ركوب الخيل انا خايفه اقع من عليه، لا انا اضمن منين الحصان اللي معايا ما يجريش بيا فجاه؟ هل الحاجات دي وارده ان واحد يتعرض لها ولا لا دي بتبقى باخطاء منك انت او انت السبب فيها؟ لا طبعا، هو الاخطاء دي لو حد لسه مبتدئ وارد انها بتحصل، انا لسه مش متعوده على الحصان. لكن عشان كده انا لازم اتعلم الاساسيات بشكل مظبوط، اعرف ان انا لو الحصان عمل حركه مفاجاه طلع جري بيا انا ازاي اكون ثابته في المكان بتاعي، عارفه ازاي امسكه واشده واحركه بحيث ان هو يعني ما سيبوش يشغل دماغه. يعني انا لازم انا اللي بشغل دماغي، واحد فينا بس ما ينفعش. جميل قوي، بيعلم القياده. بالظبط. يعني بحس ان بديكي حته مسؤوليه كده وانك مسؤوله عن الحصان وانت اللي بتاخدي القرارات وبتقوديه للطريق. بالزبط. ما تخليهوش هو اللي يمسك القياده. وهو بيحس بده. هو بيحس لو انا مش قائد فهو بالتالي هيشغل دماغه، وده ممكن يؤدي لكوارث طبعا. جميل. دي ستيبس كده من الحاجات اللي احنا ايه اتعلمناها النهارده عن الحصان وركوب الخيل. بس خلينا نعرف بقى الحصان نفسه بيحتاج تغذيه معينه، وسوء التغذيه بيفرق جدا في الحصان؟ اكيد طبعا. بالذات الحيوانات او الحصان الرياضيه محتاج تغذيه كويسه جدا، زي مثلا لو انا بلعب جيم
لكن مش باكل كويس فمش هبني مثلا عضلات، مش هيبقى فيا نفس ان انا اعمل تمرينات. فبرضو الحصان لازم نخلي بالنا من طريقه تغذيته، ناكله اكل كويس يساعده ان هو يحسن ادائه وبرضو يبني عضلات تساعده في التمرين. جميل. عايز ادخل المسابقه، عايز الحصان بتاعي يجري بيا، يبقى اكون مهتم كمان بتغذيته. لكن وانا بتدرب مع الحصان وحسيت ان هو كويس، هل ممكن انا كافئه؟ هل في يعني حته المكافاه دي موجوده وممكن اكافئ بيها الحصان بتاعي تشجيعا ان هو كان بيتدرب معايا كويس؟ اه طبعا، انا ممكن خلال التمرين اكافئه ان انا لو هو عمل اللي انا طلبته منه ان انا اطبطب عليه. طبعا مش بديله اكل في نص التمرين، ممكن بعد التمرين ان انا اديله مثلا جزر، فاكهه، الحاجات دي، وهو بيربط برضو ما بين ادائه والمكافاه فبيكرر اللي هو عمله. جميل. وبتربط يعني الفارس بالحصان بتاعه، يعني بيبقى في علاقه كده ما بين انه خلاص هو ده عارفك اول ما بتيجي، وبيبقى في يعني علاقه حب كده جميله ما بين بالزبط. الحصان والفارس بتاعه، تبقوا تيم. اه تبقوا فريق. بالظبط. جميل. سن الحصان كمان بيفرق في استخدامه، يعني كل سن ليه استخدام معين. اه يعني هو في الاول، اول ما الحصان بيتولد ما ينفعش طبعا يتركب، لازم نستنى سنتين. وهو السنتين دي تعادل في السنين العمريه بالنسبه للانسان 13 سنه. ولما يكبر برضو بيبتدي حالته يبتدي انه يتعب وحالته تتدهور شويه، فلازم برضو نكون حريصين ان احنا بنسمع للحصان لو هو عنده اصابه او حاجه ما نضغطش عليه، بالعكس نشوف له دكتور نعالجه كده ونكرمه. جميل. ان هو بيخدمنا برضو. جميل. يعني الاهتمام بالحصان ده حاجه مهمه جدا، لانه زي ما ادانا من عمره ويعني استخدمناه ولعبنا معاه ويعني قضينا معاه فتره كبيره جدا، لازم لما يكبر ما نرمهوش او نهمله. بالزبط. لا، اروح اعتني بيه، ولانه ربنا سبحانه وتعالى كمان هي رعايه الحيوان دي مهمه جدا، وده وهنسال عليها. النقطه المهمه وهي القفز. احنا كنا بنتكلم عن انه بعض الاساسيات داخله بقى في مرحله القفز، ودي من الحاجات اللي بيخاف منها جدا اي فارس او فارسه داخلين في ركوب الخيل، مهما كانت حبهم لهذه الرياضه، لكن عند القفز بيبقى فيه شويه خوف وقلق ورعب انه هيعمل القفزه ولا لا. كلمينا عن النقطه دي واهميتها. بالظبط. هو طبعا القفز ده الحصان بينط من على عرق خشب بارتفاعات مختلفه، وطبعا انا قبل ما انا اقرر ان انا هقفز لازم برضو ابقى عارفه الحصان ده بيعرف، هل اتمرن على ده قبل كده. ان مش بالضروره الحصان يكون عارف، لو انا مثلا بركب كهوايه مش كتمرين، كتمرين فلازم طبعا الحصان يكون متعلم، وانا برضو اعرف ان انا ازاي استخدم جسمي لما الحصان بيقفز. يعني انا لازم ما ينفعش مثلا الحصان يقفز بيا وانا قاعده على السرج فانا كده ههبد على ظهره فهو هيتوجع. لا، فبيبقى ليها تمارين معينه عشان يعني اتفادى اصابات وبرده الاداء بتاعي يبقى كويس. جميل قوي. يعني فيها تكنيك معين بتعلمه وبعرفه عشان مع الوقت، هو يعني رايك انه هذه الرياضه مع الوقت ومع التعود بتحس ان كل الحاجات اللي كانت صعبه بقت سهله وبتيجي بالممارسه دايما؟ بالظبط. الخوف دايما بيروح. هو اي حاجه يعني اي حاجه جديده الواحد بيبقى خايف منها. خصوصا ان اللي بيتعلم بيبقى على كائن. والكائن ده ممكن هو زي ما بقول لحضرتك يشغل دماغه ويقرر لا انا مش هعمل كده، وبيحصل طبعا في بطولات عالميه ان هو الحصان مش عايز ينط، فخلاص انا لازم برضو ان انا احترم ده. ممكن يعني احاول تاني اجرب تاني، لكن الخوف طبعا مع الممارسه، وما دام انا عارفه ازاي احرك الحصان وايه الادوات اللي انا بستخدمها ازاي استخدمها صح، الخوف بيروح ما بيبقاش فيه اي قلق، في حين ان في اصابه الخوذه دايما بتحمينا. بالظبط. يعني اهم حاجه الادواتي معايا وخوذتي في ايديا، خلاص انا ببقى محمي بيها. لكن ايه اصعب مثلا موقف مر على هاني؟ يعني ايه الحاجه اللي كنت خايفه منها ولقيتيها بسيطه، حاجه طريفه مريتي بيها في فتره يعني تعاملك مع ركوب الخيل؟ كان اول حاجه هي ان انا اجري بالحصان. انا كنت قلقانه شويه بس مع التعود خلاص يعني عرفت ازاي انا ازاي بستخدم جسمي هو بيجري، ازاي احرك نفسي ان انا وهو بيجري ما ينفعش ابقى ثابته ان انا كده هتهبد من عليه وهو هيتوجع وممكن اقع. يعني انا لو انا مش عارفه ازاي استخدم جسمي
يعني اللايكلي هود ان انا اقعد ما جاتلكيش فتره قلتي لا انا خلاص كده انا مش عايزه ادخل الرياضه دي انا هغيرها؟ ما فكرتيش ولا لا بالعكس كان بيزيد؟ لا هو انا يعني انا مع كل تمرين بيبقى الهدف بتاعي ان انا اتعلم حاجه جديده او احسن حاجه جديده. فانا باخده كتشالنج. لا انا خلاص ابتديت انا ابتديت فانا لازم اتحسن ولازم اتطور في الرياضه دي، لان يعني لازم برضو ان انا اشغل عقلي واعرف ان انا يعني انا مسؤوله عن جسمي، وانا ما فيش مشكله في ان انا احرك جسمي، فهي مجرد هي مجرد تمرين. احنا استمتعنا معاكي يا هانيا واتبسطنا جدا النهارده، عرفتينا على ركوب الخيل اكتر وقربنا من الرياضه الجميله اللي دايما يمكن مشاهدينا حابين كمان نعرفهم اهميتها للاطفال اللي بيفكر النهارده ان هو يعني رياضه لابنه او بنته. ركوب الخيل من الحاجات العظيمه اللي موجوده من ايام رسولنا الكريم اللي كان بيوصينا عليها لحد النهارده، ما زالت يعني عايشه ومتعايشه وبتدخل في مسابقات ومنافسات وفيها جوائز كمان وتكريمات. عشان كده انا بشكر هانيا ابو جبل فارسه الجميله المتالقه اللي كانت معانا النهارده، وبتمنى لك طبعا كل التوفيق في حياتك، وان شاء الله تجينا كده معاكي بقى كل يعني الليفلز اللي تكوني خدتيها ان شاء الله في المسابقات اللي جايه ان شاء الله. بشكرك. شكرا. بشكر كل الساده المشاهدين تابعونا النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا النهارده في نهار جديد وكل الفقرات اللي قدرنا ان احنا نقدمها لحضراتكم. بشكر كل فريق العمل خلف الكاميرات، الجنود والابطال اللي فعلا بتعمل عشان اسطوره اللي بتصل لحضراتكم، وايد نلقاكم في لقاء جديد وفريق عمل جديد ويوم جديد. استودعكم عنايه الله وامنه الذي لا تضيع دعاءه، والسلام عليكم.